أزمة أطلت برأسها مبكرا على الوضع الاقتصادي في ليبيا، جعلت المواطن بين فكي كماشة غلاء الأسعار ونقص السيولة، إذ تشهد المصارف الليبية ازدحاما شديدا منذ الساعات المتأخرة من الليل. أزمة نقص السيولة النقدية الحادة نسبها خبراء ومختصون بالاقتصاد إلى الوضع الأمني المتدهور في عدة أماكن، وكذلك انفصال المنطقتين الشرقية والغربية في منظومات التحويل بين المصارف، إذ لم يعد للأزمة سوى مخرج واحد وهو تمويل التجار ورجال الأعمال. والله بالنسبة للسيولة، طبعا بالنسبة للإدارة العامة تو مدتنا الفترة هذه بالسيولة، لكن الفترة اللي فاتت بالنسبة لنا احنا كفرع بالخير كان عندنا مجموعة من التجار كانوا يوردونا في مبالغ، حتى احنا بعد العيد الحمد لله جي 4 مرات ولا 5 مرات فتحنا بمعدل 250 دينار السحب، لكن أول مرة جينا سحنا بالنسبة على مستوى الإدارة. طبعا نقص السيولة المعروفة لدى الشعب الليبي بالكامل، فأمس جابوا لنا مبلغ ودنا اليوم الحمد لله فتحنا وماشي الأمور تمام إن شاء الله ربي يسخر الحال. تعمقت معاناة المواطنين حيث شمل غلاء الأسعار أغلب المنتوجات، لا سيما أسعار القرطاسية بموسم العودة إلى المدارس والمنتوجات الأساسية والسلع الاستهلاكية، فلا يكاد الحديث يخلو عند البعض من التذمر من غلاء المعيشة. يحطوا منها الفلوس والناس والله مضطرين، وفيه الناس اللي مرضى وفيه اللي ما عندهمش بياخذ الدواء، وتوا مدرسه وما عندهمش ياخذوا الادوات المدرسه، ان شاء الله ربي يهدي البلاد والعيبه. يعني 500 دينار هي لا تكفي، لكن كان الخير من بلاش. تولينا شهر، ممكن اكثر من شهر ما سحبناش، والظروف يعلم الله بها، وال 500 جنيه دي تجي وتمشي في نفس الوقت، راه ما تقولش بك حتى 10 ايام. أزمة وسط أزمات ترخي بظلالها على المجتمع الليبي، ما أثار سخط البعض ممن تراجعت قدراتهم الشرائية بشكل حاد وبدا عجزهم واضحا عن مجابهة هذا الواقع.